رولسون. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. كل سنة وانت طيب يا إبراهيم. عيد سعيد. عيد سعيد يا مصطفى. هو عيد الفطر حضر ولا ايه؟ عيد الفطر ده عيد ميلاد أعظم نادي في الكون النهاردة. هو في أسعد من كده عيد؟ صور صور. يلا بص هنا. ماشي. اسأل على الأهلي وبطولاته. وفي يوم ميلاد أي شيء في المجرة أكيد هنفكر في حاجتين، يا إما هنتكلم عن قصته يا إما نحكي عن عظمته، وفي الحالتين فتاريخ وخطوات النادي الأهلي غنية على التعريف، فأكيد جمهور النادي الأهلي مش مستني مننا إننا نحكي له مثلا عن دوره الوطني أو كفاحه ضد الاحتلال أو نسرد له 115 سنة من الإنجازات المتواصلة. فالنهاردة في عيد ميلاد النادي الأهلي خلينا نشوف أهم خمس كلمات النادي الأهلي إداهم معنى تاني خالص بس بالإنجليش. القاضية ممكن. في نهائي القرن وقبل خمس دقايق من انتهاء الماتش كان خلاص الأكسترا تايم قرب، عرفنا إن القاضية ممكن. The knockout is possible. لما تلاقي جمهور الأهلي معاه في أسوأ فتراته قبل أجمل إنجازاته، عرفنا إنه على الحلوة والمرة معاه. وذا الأهلي through thick and thin. لما تحس الماتش خلاص بيخلص وتلاقي جول في الدقيقة 90، بنتأكد إن روح الفانيلا الحمراء دايماً حاضرة لآخر لحظة. The red shirt spirit. لما كنا لسه في دور المجموعات ولقينا أجاييه بيسجل هدف في النجم الساحلي، عرفنا إن التسعة بتوقيت الأهلي. It's 9 o'clock by الأهلي time. معروفة، لو المارد خرج مش بيرجع. المارد الأحمر The red genie خرج من 1907 عشان يسيطر على كل البطولات في مصر وأفريقيا. وفي النهاية أحب أقول الأهلي above all. الأهلي فوق الجميع.